أقرأ لكم رواية واو الصغرى للكاتب الليبي إبراهيم الكوني، التي تبدأ بوصول أسراب من الطيور المهاجرة للصحراء من أوطان الشمال. فيتفاءل أهل الصحراء بقدومها ويخرج وراءها مسافات عند هجرتها، ثم يبدأ احتفال القبيلة بحلول الطير. تغني الشاعرات ويطلقن الزغاريد ابتهاجاً بهذا الحدث، لكن القبيلة تصاب بالمس وتصيب حناجر الشاعرات بحة ويسكت الغناء. ذلك أن الطائر الذي قدم يجلب النحس لأنه طائر عجوز. انطلق الطائر مسافة نحو وادي الرتم، ارتفع إلى الأعلى أشباراً وقطع إلى الأمام مسافة أشبار قبل أن يسقط أرضاً سقطة مهينة، فاندس من قاره النبيل في التراب. وموت الطائر فعل سوء، فهو يسبق موت زعيم القبيلة الذي بموته تحدث تغيرات جذرية وهامة في القبيلة. يتفق أكابر وحكماء القبيلة على بناء ضريح للزعيم، ويعهد للعرافة مهمة صلة الوصل بينهم وبين الزعيم، فيرفع لها السؤال الذي يحيرهم، فتتوسد العرافة حجارة الضريح الليل كله لتأتيهم بوصية الزعيم في الصباح. ضريح الزعيم يشد أهل القبيلة كوتد يربطهم بالمكان، فيتم العمل على حفر بئر للحصول على الماء وإنعاش الزراعة والمحاصيل وبناء البيوت، وتأتيهم القوافل والغرباء الذين يختاروا ديار الواحة للبقاء والإقامة فيها مقابل إتاوة موسمية. تشهد التقاليد أيضاً تحولات كبيرة كالتعامل بالعملات، وتطال التغيرات أيضاً النباتات الصحراوية والحيوانات والطيور المهاجرة التي تشبه حياتها حياة البشر الذين يهاجرون ويتطلعون للبحث عن وطن داخل وأمل بحياة أفضل. حتى يأتي ذلك اليوم الذي يتجادل فيه أكابر القبيلة حول اسم الواحة ونيتهم في إطلاق اسم واو الصغرى عليها، لكن أمام المعمر يحذرهم بأن هذا الاسم يسلط عليهم سيف الزوال والفناء لوطنهم الجديد، ويستلهم للواحة اسما من المجهول هو أرض الزعيم. فالزعيم كان لميلاد الواحة سببا، لكن الاسم الذي تنقله القوافل للأوطان البعيدة هو اسم واو الصغرى. رواية ساحرة بلغتها وفلسفتها، وهذا ليس بجديد على إبراهيم الكوني، فالرواية بالنسبة له هي اللعنة والإثم والجنة المفقودة التي أخذناها بالخروج من الجنة، فالترحال هو قدر أهل العبور والاستقرار عنوان المعاناة.